أنا ولدت في هذا البيت بالذات في العام 1960 ولدت في هذا المنزل. يلا يا ماما. بشهر 1/2011 تسلمت الإخطار تبليغي بالإخلاء من قبل المستوطنين. كان إشي مفاجئ إنه يعني وصلنا الدور. بناتي طبعاً بتوقعوا إنه نفس الشيء مصيرهم، بيعرفوا إنه مصيرهم نفس مصير اللي صاحباتهم وجيرانهم اللي تم إخلاءهم من بيوتهم، ففوراً بسألوني وإذا طلعنا وين بدنا نروح وبدنا نقعد بالشارع وبدنا نقعد بخيمة. صعب كتير إني أكذب عليهم أقولهم لا إنه إحنا مش رح نطلع وكذا، لأنه أنا بالفعل بيتي هذا مهدد. يلا ماما ديري بالك بس. يلا افتحي. باي ماما، مع السلامة. تعا أبوسك. ١٩٥٦ والدتي ووالدي انتقلوا للعيش في هذا المنزل. والدتي ولدت في يافا، كان تحب كل خيرات يافا. وبعد ما تزوجت حرب ال48 طردوا عائلتها من هناك وتهجرت. لما تزوجت والدي ما لقتش وين محل تروح هوياه، فرحلوهن على القدس. حرمنا من الاستقرار، حرمنا من الأمن. وكالة غوث وتشكيل اللاجئين أعلنت إنها عندها توجه أو رغبة إنها تعمل مشروع لتسكين هدول اللاجئين اللي طردوا من بيوتهم. بيتنا هذا جزء أو واحد من البيوت ال28 اللي حصلوا عليها الأهالي حي الشيخ جراح من الحكومة الأردنية ومن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. ما عندي مكان آخر أروح لإله. لما أخلو بيت الغاوي كأني بحلم، مفزوعة. فبيجوا الساعة 3 الصبح بتحكموا في المنطقة. طلعت على الباب لقيت كم مات وشرطة بتتحرك على السكت. لمحت جيراني هم بيخلوهم بأواعي النوم. اسمي الله ونعم الوكيل فيهم. أنا شخصياً في كل مرة بصير فيها إخلاء أرتبك. بدأنا على شكل سريع ميدانياً، شكلنا اللجنة وأنا الإمرأة الوحيدة فيها. فالستات كانوا يعتمدوا علي، إيش صار بالاجتماع؟ شو أحكيته؟ شو ناقشته؟ شو قلته؟ شو قال المحامي؟ كل هذه الأسئلة كنت أنا أوضحها للستات. فصاروا يقولوا طب ليش إحنا ما نحضرش الاجتماع؟ بدأنا بتنظيم ملتقى سيدات الشيخ جراح. أهلين يا هلا. أهلين أهلين، صباح الخير. أهلين أهلين. أنا بداية أتمنى إنه كل سيدات الشيخ جراح يضلهم في بيوتهم، وهذا أكبر تحدي أمامي وأمام جمعيتي وأمام مجتمعنا المحلي. اليوم نحن راح نباشر حلقة اليوم أو دورة اليوم عن موضوع التنظيم ورخص البناء. مثل ما أنتم بتعرفوا أصبحت قضية البناء والترخيص شبه مستحيلة في القدس. أنا كنت رايحة مقدمة طلب بنفسي مش عن طريق محامي تاني مرة، فرفضوا لي إياه وبعتوا لي للهدف. لازم يكون في شغل أكثر من هيك، في يعني كل مجموعة أكثر من هيك، لأنه يعني وضعنا يعني. كلامك سليم. الإسرائيليين طالما عرفوا إنه إحنا لدينا الوعي الثقافي القانوني، هذا الشيء بيكون بالنسبة لهم خط حاسم، بيعرفوا إنه المقابلهم إنسان واعي ما بدنا يضحكوا عليه. رد الفعل كان إيجابي جداً جداً. لما بيطلع على الشارع تقول لا وتقول لا للاستيطان وتعبر عن قضيتها، هذه مقاومة شعبية غير عنفية. فيما بعد بعد هذه المرحلة أصبح حركة السلام الإسرائيلية هي اللي دخلت على الخط معنا، وأصبحوا ينظموا مظاهرات أسبوعية. لا الاحتلال، لا الاحتلال، لا يحكموش،
رد الفعل بالحي كان متضارب ومتفاوت بين مجموعات ومجموعات أخرى أو عائلات وعائلات أخرى. وطبعا واجهوا معارضة أو مقاومة من الشرطة الإسرائيلية ورفضوا يخلوهم يسمحوا لهم يكونوا عندنا ويعتقلوا، وبش حطوهم يعني بطريقة كتير مهينة للإنسان. أحترم دورهم بس أتمنى أن يكون هيك نتائجه، يعني إذا كان المسيرة بتقدر تقوم في هذا الدور إنها تحد من إحضار مزيد من مستوطنين على حي الشيخ جراح، بكون إنجاز كتير رائع وكتير عظيم. لمين هذا الشيخ جراح أو القدس تابعة؟ هل هي لليهود للعرب؟ صحيح، هذا الموضوع اللي ببت فيه هي الوثائق القانونية والرسمية الغير مزورة. أهالي حي الشيخ جراح لديهم وثائق تثبت ملكية هذا الحي. وأصبح ملف الاستيطان في القدس حيوي أكثر وسريع بوتائر سريعة جداً. أنا لا أزال عندي أمل كبير إنه مش راح يتم إخلائي إذا تحققت العدالة يعني في قضيتنا. نشكر الله. وأنا إن شاء الله راح أبقى في بيتي وراح أتماسك مع أولادي، وإن شاء الله بنضلنا موحدين في هذا البيت، وحتى أولادي راح أجوزهم في هذا البيت إن شاء الله.